كنت من قناة السويس ومن قلب الحدث زي ما بيقولوا. يعني احنا متواجدين كرديين النهاردة علشان نشجع ونآزر ونبقى يعني ننقل الصورة لكل الناس، يعني اللي ما شافتش الصورة على وضعها الطبيعي ننقل الصورة للناس كلها ونقول يا جماعة هنا الناس ابتدت تشتغل، هنا الناس ابتدت تقاتل، هنا الناس ابتدت تحارب، هنا الناس ابتدت تبني مصر من اول وجديد. يعني النهارده دي يعني دي بدايه لبناء مصر، لمستقبل مصر ان شاء الله، حاجه ان شاء الله كده نحكي عليها لاولادنا والولاد ولادنا يحكوا عليها. احنا جينا هنا في المكان قناه السويس، المشروع القومي العظيم، مشروع اللي هينقلنا ان شاء الله للحضاريه. نتمنى يا رب الموضوع ده يتم ان شاء الله على خير ويخرج النور بشكل ان شاء الله اللي يليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله.